السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الفيلسوف غوارديولا. نحن كجزائريين وكل جزائريين كنا نريد أن نرى رياض محرز والفيلسوف يفعل ما يراه في صالحه وفي صالحه، يعني ما عندوش ما يعني مشي دو يدير تروا، لا شوف المصلحة تاع النادي والألوان تاع النادي. ناس على بالك لعبوا هنايا، تشوف نتايا لهنا عندك نتايا دو لعب تروا، يعني مصلحة تاع مجموعة مشي تاع الجزائر كومبليك اللي دار الهراوة هنايا ودخل يتفرج في البليدة. عرفان شاف دو دار الهراوة باش يشوف دو يلعب تروا، باش يشوف خطة تاع ستة واحد ثلاثة، حط داير ماندي وداير بدران وداير خازن في وسطهم راخو كيسموه بن عمري. عظيم، الناس تحوس مصلحة تاع النادي، ألوان النادي، الشخصية تاع تاع النادي أو منتخب. مكانش العاطفة، العاطفة مكانش العاطفة، ديها عندك خليها عندك، ما تخليهاش عند راسي. عاطفة مكاش عند الرجالة، عند الناس اللي تخدم ما عندهمش العاطفة، عندهم اللعب. تلعب نحتاجك في مباراة. وضاو نتكلموا عليه، يعني غوارديولا دخل بيناردو سيلفا اللي كان رجل المباراة والهدف اللي سجله هذه هي. نحن كجزائريين كاع الجزائر مكاش اللي ما يقولك، كنا كاع نقراو بلي محرز يلعب، خاطش علاه والفنا محرز في الشامبيونز ليغ يلعب، والفناه يلعب، كنا نقراولو باش يلعب. كنا نريد أن نرى محرز والفيلسوف يفعل ما يراه في مصلحة النادي وألوان النادي. بدون لاعبين محرز نجحوا في فعل كل شيء، يعني كل شيء بلية غير عادية لهم، يعني وين شأننا وين يعني مباراة غير عادية، خاصة الشوط الثاني من ديك 65 دقيقة وروح، يعني كلش نقلب صورتو مي دخل داك جوليان هناك رقاص رقاص رقاص. بيب غوارديولا في فكرته الرئيسية كان يريد إيقاف ألفونسو ديفاس هذاك، فهو مصدر الخطورة خصوص عندما يجد المساحات ويلعبون المرتدات، ومن ثم البحث عن الذي له دقة العالية في التمريرات والمرور، يعني في اللعب والذكاء في التصرف، وله القدرة على الشغل الجهة اليمنى لوحده. مع كل ما ذكرناه يعني وما شاهدناه في المباراة الأمس في ملعب الاتحاد وطريقة اللعب مانشستر سيتي وكيفية هزمهم وتفوقهم الكاسح أمام بايرن ميونخ، لا يمكن أن نشك لحظة واحدة بأن برناردو سيلفا لم يكن الاسم المناسب لإنجاز المهمة. فهو كل يعني فهو كان كلمة السر، فكان فكل ما حدث في كل ما حدث كان كلمة السر، يعني في كل ما حدث في المباراة. أداء مذهل من البرتغالي الذي تم تفضيله عن رياض محرز، سيناريو لم يترك أي مجال للحديث عن قائد الخضر. هذه مباراة يعني كانت مباراة كبيرة، مباراة يعني ما عندك ما تهدر، شاهدنا الناس قال لك لا يا ودي روح تلعب هذيك، هذو غي تاع على بالك نتوما تاعش. بعد المباراة تاع اليوم أظن بأن حان الوقت الرحيل أو تغيير رياض محرز الفريق، هذا ما قال بين نتوما. تشوفوا بيناردو لعب، أنا نقولوا باللي قال لك شوف خيصوص وشوف بير، يا ودي روحوا تلعبوا محرز يلعب في في نادي كبير، يلعب في نادي كبير محرز. حنا المهم حنا محرز في بعض الأحيان، في أغلب الأحيان محرز لا يقوم يعني بواجبات
الدفاعية كما يجب في المواجهة، يعني في يعني شأن يعني في المواجهات يعني قبل بداية الموسم ضد البايرن ميونخ محرز عانى كثيرا ضد ديفيز. يعني أظن أن غوارديولا يعني أعاد المشاهدة تلك المباراة واستخلص منها عدة نقاط. يعني هذه هي محرز مع شوبير راك طايح على محرز، يا ودي كي طايح على محرز الله يهديك. شكون هذا؟ لطفي 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 شوبير مالك راك طايح على محرز، يا ودي مالك طايح على محرز، يا ودي نعود الشيطان. راهو بنادم يهدر لكم حاجة، نبغو نهضرو معاكم هضرة يعني بولا بقية، يقول لك تراك طايح على محرز، يا ولي طايح على محرز، ما كاش اللي كان يدافع على محرز ما نايم مالكم. انتوما وقتو 2016 2015، مي كان محرز بايد دي الشامبيون ومحمد الشيخي قال الماجر، قال له محرز سبع مباريات بدون انهزام مع لايستر سيتي. ما جرش قال له، قال له كي تكمل الشامبيون نشوفوا شكون اللي يديها. ومن بعد ولاو قايد ولاو بعد كاع ولاو يبغوا ولاو باغيين كسبوهم، باغيين توتنهام، كان توتنهام في ديك الضربه معاهم. الناس ناس تخدم خويا ناس تخدم خويا ناس تخدم بين الدوسيد ما صعبه مليح، يعني خاصه ورياض محرز يعني ما عندوش واجبات دفاعيه كبيره لازم نساهموها هذه خويا، لازم علينا نعرفوها وحدنا بلا ما يقولوا لنا، ما نخلوش الناس يخبرونا، لازم نكونوا رياضيين. او انت واحد يهضر لك رياضه تقول له انت راك ضد محرز، حنا ما نقولوش باللي محرز مشي مليح. برناردو يعني يعني هو صعبه غوارديولا صعب بيناردو لهذه المقابله، يعني يناسبه في هذه المباراه، يعني خاصه ضد كيما نقولوا حنا تشيلسي ولا نابولي ولا فرق اللي تعتمد على التكتل، تحتاج لاعلى لاعبس محرز، لكن ضد فريق الذي عنده أظهرة قوية وسريعة تحتاج واحد كيما برناردو. هذا مكان صعب عنده برناردو يقرا يخدم وكلش. إبراهيم الطاهر كي تحكي قول راهي تحكي على محرز، ما تزيدش تحكي على محرز. إيه صح وعطيكم صحة. أقول لك خويا غوارديولا دار تفكير جيد وعقلية جيدة وطريقة جيدة للبايرن، إدارة بايرن ميونخ تجني عواقب إقالة مدربها في توقيت مفاجئ، على ما أظن المنظومة تشتغل مع أي اسم، حتى وإن شارك محرز فكان سيقدم أداء ربما أفضل من سيلفا. يعني دوبرين اليوم كان سيء وحتى يعني لم يقدم مباراة كبيرة مع هولوند، لكن عندما يعني تتحدث عن المنظومة ككل كانت ممتازة. هذه هي نهضر لك كيما هكا، نهضر لك كيما هكا، ما غاديش نهضر لك حاجة وحدة أخرى. هذه هي نهضر لك حنايا، إذا تبقى نتايا تشوف من النظرة تاع تاع العاطفة قاعدين نجو مع محرز، بصح الواقع واقع. حنا كيما يقول لك وين لعب يعني بطريقة، بيناردو لعب اليوم دار أحسن لعب، هذا ميا الجواب. كنا كاع باغيين محرز يلعب بصح الله غالب، ما لعبش محرز تا كي غادي تبالك تبالك بلي غوارديولا فريق كي راه محرز وعاودوا ولاو شادنا بزاف. لازم يخرج، لازم يا ودي يخرجوا نتوما. محرز يخرج، قرار محرز يخرج، قرار محرز يخرج. قالوا المورا لا طارح لها كيما قالوا ذاك الامام، قام واحد قال لي محرز المورا لا طايح، قالوا شحال؟ قالوا يدي 11 مليار في الشهر، قالوا نعطيه المورا تاعي يعطيني 11 مليار.
هذه عليكم انتوما محرز طايح للمورال. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا باش ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم وصحة طولكم.